مرحبا واهلا وسهلا فيكم باول حلقه من برنامج جوك يورو. ايش يعني يورو؟ مين بيفوز باليورو ومين بيلعب باليورو؟ وكثير اسئله رح نجاوب عليهم بحلقه اليوم. هذا البرنامج برعايه اليورو. هي بطوله اوروبيه بيلعبوا فيها المنتخبات الموجوده بقاره اوروبا زي اسبانيا والمانيا وايطاليا وكثير من المنتخبات الاوروبيه. هاي البطوله بتنلعب كل 4 سنين. هاي البطولة بتمشي على أساس المجموعات، عنا 6 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 منتخبات، وهاي المنتخبات بتلعب ضد بعض، وأول 2 بتأهلوا لدور 16 وأحسن 4 توالت، فيخسر عنا دور 16، بعدين دور 8، دور نصف النهائي والنهائي وفائز 1. آخر من فاز بهاي البطولة هو منتخب البرتغال ب 2016. أكثر المنتخبات اللي فازت بهاي البطولة هم ألمانيا وإسبانيا ب3 مرات، وأكثر المنتخبات اللي وصلت النهائي بس ما فازت ألمانيا وروسيا ب3 مرات، وأكثر اللعيبة اللي أحرزت الأهداف هم بلاتيني ورونالدو ب9 أهداف، وأكثر من شارك بهاي البطولة كان كريستيانو رونالدو ب21 هدف. أكثر فريق فاز مباريات بهاي البطولة كان ألمانيا، والأكثر تعديلاً إيطاليا، والأكثر خسارة كان الدنمارك وروسيا. هاي النسخة 16 من البطولة واللي بتصادف مرور 60 عام عن أول نسخة، فقررت أوروبا تحتفل بطريقتها الخاصة. بالعادة بتعمل هاي البطولة على مدى دولة أو دولتين، بس هاي المرة عم تعملها على مدى 12 دولة عشان تشارك أكثر من الشعوب الأوروبية. تنطلق هاي البطولة يوم الجمعة 11/6، والمباراة الافتتاحية بين إيطاليا وتركيا، وبالتحديد بملعب روما أولمبيكا. نصف النهائي والنهائي رح ينلعب بإنجلترا، بالتحديد بملعب ويمبلي. ليش إنجلترا؟ لأنه إنجلترا هي البلد الوحيد اللي عم بيسمح بعدد أكبر من الجمهور، واللي بيوصل لحد 90%. ضلكم متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لطقس العرب، وخلي جوك دايما يورو.